على تفاعلكم، شكرا للجمهور العظيم اللي دائما يسعدنا. ها والله ذكرني 300 نقطة يا شيخ، 100 عشان اذكرك. والله تستاهل. بيض الله وجهك. تسمحوا لي شباب، تسمحوا لي اني اذكر؟ قولوا لا، قولوا لا، قولوا لا. والله تستاهل يا شباب، تاخذها. يعرف من وين توكلت 100 نقطة؟ اي خطير. 100 نقطة لواحد او لا لا لا، باقي لنا 100 100. عط سؤالين كذا على السريع. هي كم؟ هي 300، راحت 100 للجبر لان اذكرها. شيخ مادح نظاراتك ووجهك الحلو. والله المشكلة من اللي مدح؟ عبد العزيز يعني على قولتهم. الشيخ عبد العزيز له اسبوعين متعنصر شوي مع جبر. انا ما اعطيته حق له، حق له، قلع شيطانك. حق يستاهل والله جبر. ابى اتعنصر مع جبر. ايش عندك يستاهل يا حبيبي؟ امزح معك والله. شيخنا سؤال. طيب. لان هذا السؤال بينتقل معه لابراهيم للعلم، فنبي سؤال نقدر نحط عليه خيارات. في شيخ جانا ورطنا بسؤال ما نقدر نحط عليه خيارات يا شيخ والله. فبلشنا. طيب هذه عاده يبغالكم سؤال اي الحار. خلوا حول الصبر يا شيخ. لا لا، سؤال يعطيكم سؤال بالصبر والحار. اللي كان نايم وقت الحلقه ما حيعرف. انت ما تقصد جبر طبعا. انا عادي. لا لا. اذا ممكن اجاوب باخذ 200 عادي. لا لا، بنشوف غيرك عاد. ودنا عاد نوزع والله. ها شيخ جميل. السؤال. رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، حينما ابتلي بموتي ابنه الأكبر، حلو، كم كان عمره؟ يا سلام. عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الولد ولا النبي؟ احنا ذكرنا قلنا ها شابه شيء. عد السؤال. تعيد السؤال يا شيخ. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى ابنه الأول كم كان عمر الابن؟ بلغ ماذا من عمره؟ شيخ ارفع يدك ارجوك. ارفع يدك. والشيخ بيختار. سم ارفع. اللي هو قبل الفطام تقريبا سنتين. ابد 100. تم. يا سلام. تستاهل يا ماجد. والله انا احسن صغير. طيب ست سنوات تقول. لا هو سن صغير. قبل الفطام اللي هو سنتين. طيب السؤال الثاني شيخ. طيب السؤال الثاني. ارفع يدك قبل السؤال. اسحب عليك. اعطي السؤال ابو هاد. يلا عاد ابو هاد اخذ الفخذ نقاط. خلاص ابو هاد مخصوم علي. لا لا لا، كم مخصوم عليك؟ والله لا لا عطى هنا خلاص. احنا تونا بدايه اسبوع جديد، يستاهل. ما مداهم يخصمون. والله ما ارفع. ترى يقولون ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحم. يا سلام احسنت. اقسو عليك يا شيخ بسؤال. بيض الله وجهك يا شيخ. ترى يا شيخ ممكن تحجب الإجابة عادي. ما نعطي يا شيخ. هذه من الخدمة على العاطفة. طيب. نعم نعم. يلعبون على العاطفة هم. هذه شغلتهم. خلي شغلك يا شيخ. طيب ها السؤال. السؤال كالتالي. صار. طبعا نخلي الجواب بعدين في إبراهيم. هو السؤال بينتقل لإبراهيم. اي والمية بتروح لإبراهيم. لا لا اي. هنا نبيها هنا. هي الآن طبعا المية بنعطيها عشان شخص. عشان تفيدنا في إبراهيم. لكن بتفيده لأنه هي تراكمية. زين زين. طيب. المشكلة في واحد عرج على هذا السؤال، لكن أنا بأذكر لكم الآن سؤال. أي ذكرنا تعريف للصبر، ذكرنا تعريف كثيرة، وفي تعريف أنا أقول لكم من أجمل التعريف التي مرت بي. بس الشيخ هذا شلون نحط له خيارات؟ ها شلون نحطون خيارات؟ هذا الخيارات يصلح؟ أي لا 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 شيخ عندك شغلين كنسل. لا لا كنسل شغلين. يلا خلاص. لا لا السؤال بيتغير بيتغير. طيب عشان نحط خيارات يا أخي. شوف يا بالله مقتنع معنا يا شيخ. تساوي النعمه والنغمه. اي ذكرت انا والله بالسؤال. طيب طيب سؤال. ذكرنا كم مره ذكر الصبر في القران؟ والله يا شيخ ظنيتي اظني انك ما ذكرت. لا ذكرت. قال الامام احمد. انا عندي يا شيخ مخلص اسمعين معهم انا شيخ. المشكله اول مره ما ذكرتها بالمحاضره. يا شيخ ما ذكرتها بالمحاضره. قلت قال الامام احمد. ايوه عندي. ذكرها يا مخلد. يا شيخ عارف الرقم؟ ابو غلط. يا شيخ اسماعيل. لا كم؟ يا شيخ اسماعيل 5. ابو غلط. هد هد 40 مره. ها عندي. ها علي. ها. طيب ابداح. 50. لا 50 مره. يا شيخ بجيك اذا ما لقينا. 5 مرات. انا بعد تقول خيارات. محاوله ثانيه. الصبر 5 مرات. 38. ولا 38. اجل محاولة الثالثة اللي وش القريب؟ ما اشكر اني ما عليك. ما ذكرتها يا شيخ. ما ذكرتها. 39 مرة. شوف احنا بنرجع. هي بتصير مزاد. لا لا بنرجع اللي تصير حلقة. واللي قال ما ذكرته يخصم عليه. لا 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 انا اول واحد قلت. 39 مرة. طيب خلنا. طيب الشيخ عندك اقتراح. سام. عطنا خيارات. ولا احد يجاوب. شباب بيعطي خيارات. اخذ من الدور. ارفعوا اياديكم. طيب قولوا لي يا اخي. لا ما احب الدور هي.
خياراتك التالي: اسلم اي 70 80 ارفع يدك 90 اول مره بعد ها يا علي ها انا اي 80 70 خلاص اخر اي احنا بناخذ ثلاث اجوبه ايش رايك من ثلاث اشخاص يلا. واللي يقول صح واللي بيقول صح طيب. لا لا بناخذها وبعدين عاد نعلق انت ايش تقول ايش تقول 70 نعم 70 ها يا شيخ ها قبل بعد لا لا احنا نبي ثلاث اشخاص 70 70 لا يا اخواني اخواني 90 سمعتها مني لا والله ما سمعت اوف يقول ما سمعت انت الحين تقول سمعت من الحين لا لا سمعتها مني في المحاضره عاد الله اعلم لعبتي هذه يمكن كنت نايم كنت نايم شوف غيري عاد المشكله بداح يقول انت ما ذكرت مثل واضحه انا شباب شباب هدوء اسم بداحه ها ابداحي ايه؟ الف مبروك المية الله يبارك 90 ما شاء الله ساهل ابداح طيب شوف المحاضره ابداح بيض الله وجهكم يا شباب ولا يهلك يا شيخ شيخنا بيض الله وجهك ما قصر الله يرضى عنك شباب شباب مبارك اللي اخذ 300 شكرا لكم استودعكم الله والسلام عليكم شيله شيله